شوف اخوان، طبعا هذا الشارع المواكب اللي بيه اغلبها اجنبيه، ايرانيه، بحرينيه، خليجيه، وطبعا بيه هنا موكب انصاري اللي يعتبر من اكبر المواكب الايرانيه هنا. انصاري هذا في التاجر موجود بايران ويعتبر من اكبر المتبرعين للعتبتين الحسينيه والعباسيه، وهذا الشارع كله مواكب اجنبيه. احنا حاليا بمضيف الخارجي للعتبه الحسينيه، وهذا اكبر شيش قص بكربلاء، وزنه 1500 كيلو طن ونص. هذا الشيش جاي يتناوبون عليه 6 اشخاص الحد ما يكمل. هذا اللحم اللي منزلينه من هذا الشيش مال القص. هسه بالجهه الثانيه من المضيف الخارجي، هنا جاي يتم توزيع وجبات دجاج وصلصة دجاج، هنا جاي يرتبون بيهم يودوهن هناك يوزعوهن للزوار. اخي عندك علم كم وجبة وزعت لحد الان؟ 6000 تقريبا 7000 لحد الان موزعين 7000 وجبة للزوار. سنرجع لشيش القص نشوف وين وصل. الاخوان هنا جاي يتغدون، وين وياي وين القص مالت القص، بعده جاي ينزل اللحم. قلت لكم انه 7 نفرات جاي يتناوبون على هذا الشيش. انا هسه حاليا بالمضيف الداخلي للعتبة الحسينية، وهنا حاليا جاي يتم انتاج 9000 وجبة كباب دجاج. هنا ينقلون اللحم للأجهزة، وهناك يتم تقطيع الكباب. بس راح نروح نشوف. هنا يطلع الكباب مستوي، يقطعونه ويجهزونه بهذا الشكل. هذه كانت الغرفة الأولى لتجهيز الكباب، وهاي الغرفة الثانية. هنا أيضا جاي يتم تجهيز الكباب، نفس المكان. هنا يتم تقطيع الكباب، وهذا هنا المطبخ الكبير الخاص مطبخ المضيف. رجعنا للمضيف الخارجي اللي بيشيش مات القص، وهسه راح يصير لهم تقريبا 3 ساعات جاي ينزلون باللحم. تيوني حبيبي، لحد الان كم كيلو منزلين؟ منزلين؟ اي نعم. ما تدرون ايش كيلو منزلين لحد الان؟ ها؟ ما يدرون. ما شاء الله. لحد الان اعتقد منزلين بال 400 كيلو. هذني كلهن بيهن قص. تابعونا الفيديو، اريدكم هسه تحزرون كم لفه راح يسوي هذا الشيش. رايكم ايش قد؟ كم وجبة بيهن هذن؟ ما يقارب 15000 وجبة. 15000 لفة. ما شاء الله. انا حاليا مضيف الامام الحسين للتوزيع الخارجي اللي يختص بتوزيع الماء فقط، الماء البارد على الزوار. وهسه جتهم وجبه مرطبات، جاي يوزعون موطع على الزوار. قواك الله حجي، شوفنا شنو بالكرتون. ما شاء الله، جاي يوزعون للزوار حاليا. هذا المضيف يوزعون بيه بس ماي، هنا يتم تبريد الماي ومنها يوزعونه. حاليا الساعة 4:30 والشيش بعده بحيله. ذكرناكم انه الشباب بدوا
من الساعة 12 الظهر وهسا الساعة 4:30. حالياً الشباب وصلوا لمرحلة تجهيز السندويتشات. هذا خط هنا وخط هنا وخط هنا. هسه وصلت وجبة بوكسات بها صمون كهربائي واكو صمون حجري واكو خبز ايراني. الاخوان هنا جاي يجهزون بالسندويشات. بارك الله بهم. مستمرين الشباب بدون توقف. بس وصلنا لآخر مرحلة اللي هي التوزيع. توزيع سندويشات القص مال الدجاج.